انت نايم؟ انت نايم؟ ايه اللي انت فيه ده؟ في ايه يا ابني بالراحة؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه يا ابني في ايه؟ اتعرف من اللي هي حامل، لازم نصورها ونكشفها قدام الناس. ابويا عامل ايه؟ انت مش الحمد لله على السلامة ولا ايه ده يا رن؟ ايه يا عم يا عنتر؟ ايه ده يا رند؟ مش عارفه يا عنتر اقول لك ايه. هغيب عنك سنتين يا رند، هي ليك حامل. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، مش عارفه اجيبها لك ازاي. لما الاعتراض يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ايه ده يا رند؟ قولي لي اتكلمي. كلام اقول لك ايه يا عنتر؟ الموضوع ما يتقالش. من مين يا رند؟ من ابوك يا عنتر. ابويا؟ ابوك ده يا عمتر، مش عارفة اقول لك ازاي. قاعدة مذلولة مذلولة هنا في البيت بسبب الحاج اللي بتقول عليه حاج ويعرف ربنا وهو ما يعرفش اي حاجة منه لله. مش عارفة ازاي يا رندا. طب قولي لي يا رندا ازاي. اقول لك حاجة ما تتقلش. مش لازم يقعد معانا دقيقة واحدة. مش لازم. أنا مش عارفة أقول لك. وأنا مش عارف أعمل إيه. اتصرف، مشي ولا أعمل أي حاجة ولا أطرده. أهو. أنت نايم؟ أنت نايم؟ إيه اللي أنت فيه ده؟ في إيه يا ابني بالراحة؟ في إيه؟ في إيه؟ إيه ده؟ إيه؟ ايه يا ابني في ايه؟ دي امانه عندك زي بنتك تعمل فيها كده وانا غايب؟ انا عملت ايه يا ابني؟ ما عملتش حاجه. عملت ايه؟ انت ولا يعرف تقوى ولا دين. انت ولا تقعد في بيتي حتى دقيقه واحده. ايه يا ابني يا بابا؟ تعالى يا عم. بالراحه يا ابني. تعالى يا عم. غور في داهيه. هنتصرفوا ازاي في المصيبه دي يا رندا؟ معرفش. انا مش عارفة اعمل ايه. دي مصيبة يا رندا، دي بلوة. انت مقعدون سنتين يا عمتر، سنتين مش قادر علي خالص يا عمتر. دي بلوة يا رندا، ده انا مش عارف اعمل ايه. اتصرف ازاي؟ مش عارف اعمل ايه. مفيش حل يا عمتر. انا اروح عند الدكتور وانزله، وانت اللي هتاخد وزره انت وابوك، عشان انت اللي حطيتني في الموقف ده. منك لله. مش عارف اعمل ايه. بقول لك يا رندا. ايه يا عنتر؟ حد شاف الكلام ده غيرنا احنا هنا؟ لا محدش يعرف حاجه الحمد لله. طب بقول لك ايه، خشي وانا هتصرف. ماشي، بس ده ما يخشش البيت تاني بقى. لا خلاص، يخش فين؟ ده ملوش امان. منه لله، شكله كبر وخرف. منه لله اذاني. منه لله. خش يا رندا، خش وانا هتصرف يا رندا. مش عارف اعمل ايه، بس انا لازم اتصرف، دي مصيبه، لازم ينزل. هذا مرات ابوي. مالك يا ولد؟ انت اللي موقفك هنا؟ انا سامع صوت بابا طالع نسلم عليه. عارف لو نطقت ولا اتكلمت باي كلمه؟ انت مالك؟ انت بتسال في اسئله الكبار ليه يا ولد؟ بس انا عايز نعرف. هذا انا ما شفتوش. وانت مالك انت تعرف ايه؟ انت مالك انت؟ حامل انت مالك؟ انت فاخ يعني؟ يلا ولا امشي امشي. بابا الحمد لله على السلام. حبيبي حبيبي يا طبيعي. اقعد يا طبيعي. اقعد. إيه؟ بابا انا عايز نوري، عايز نقول لك حاجه، بس خايف من وليتك. مالها وليتي؟ دي مرات ابوك. عيب يا طبيعي. خايف منها وراها، هي مش حامل. مش حامل؟ وبتزلنا انا وجدي. يا طبيعي اللي انت بتقوله ده طبيعي. وانا معايا دليل على كده كمان. دليل؟ دليل ايه طبيعي؟ في ايه؟ بص يا بابا.
ابيض. ونوريك الفيديو كمان في تعقيد. ايه رند رايحه فين؟ انت مالك انت؟ انا رايحه فين؟ انت هتحكمني ولا ايه؟ طب انا جعان يا بنت، هاتي لي بطانيه ولا حاجه متغطى بيها. جعان يا اخويا؟ قوم يا حبيبي اعمل لنفسك اكل. يا بنت مش قادر. هو ايه اللي مش قادر وانا اللي قادره؟ انا ورايا مواعيد ورايا حاجات. قوم يا قوم، خف كده، خف خف. طب يا بنت اي لقمه ناكلوها؟ طيب هو ايه؟ هو مكتوب على وشي ان انا اكلك واغديك واعشيك وافطرك واغسل لك؟ انا مالي؟ قوم قوم خف. ماشي يا بنتي. ماشي يا رب اجي ملاقيك يا شيخ. عربية ده طبيعي؟ دي طلعت عقربة. ده انا عملت في ابويا، انا مش عارف ابويا هيرضى عني ازاي كده. هات التليفون يا طبيعي وروح انت. يا رندا، رندا. ايه يا عنتر؟ ايه يا رندا؟ ايه يا رندا عامل ايه؟ تعبانه قوي يا عنتر. قال لي قولي لي يا رندا، هو حصل ازاي ده وعمل معاك ايه؟ مش هينفع اقول لك يا عنتر. اقول لك ايه؟ الموضوع ما يتحكيش. ما يتحكيش؟ وانت سايبه نفسك كده ازاي يعني؟ مش قادره عليه يا عنتر. ده بيبقى فظيع فظيع. ما اعرفش ده مش بني ادم، والله مش بني ادم. صح. انت حامل في الكام يا رندا؟ في الكام؟ في السادس. في السادس؟ يعني ده السادس؟ الكوره دي ايه الكوره دي؟ ها انت حامل في كوره يعني. انت عارفه ولا بلاش بقى التليفون، ما لازمتوش حاجه. انت مش بني ادمه. ايه انت؟ انت مش بني ادمه. لا لا مش هضربك، مش هينفع امد ايدي عليكي ولا اوسخ ايدي عليكي، لان انت مش انسان. انت طلعت شطانه. عارفه يعني ايه شطانه؟ ليه عملت مع ابويا كده؟ انا ما عملتش حاجه يا انت. ليه عمل معاك ايه الراجل الغلبان اللي خليتيني جرجرته على الارض؟ انا هقول لك بقى عمل معايا ايه. عمل معايا ان انت سايبني سنتين اخدم فيه واغسل وانشر واكل واشرب وادي العلاج وامرض. انا ده واجب عليك؟ لا مش واجب عليا. واجب عليك؟ لا مش واجب عليا. بقول لك ايه؟ كفايه ابنك اللي انت سايبولي اصلا. بقول لك ايه يا رند؟ انت ولا ينفعي تقعدي معايا لحظه. خلاص يا عنتر. والله العظيم ولا ينفع تقعدي لحظه. خلاص يا عنتر. خلاص حقك عليا يا عنتر. انت عارفه جرجره ابويا دي ايه؟ مش هعمل كده تاني يا عنتر. ده انا اخش النار بسببها. خلاص يا عنتر، خلاص يا عنتر، معلش. ده انت عذبت الولا وعذبت ابويا وخليتيني جرجره ابويا. معلش يا عنتر. ده انت عقربه يا عنتر. حقك عليا. حقك ايه؟ حقك عليا. لا يا عنتر لا لا، مش هينفع اسيب البيت. انت مش طالقه بالواحد. مش هينفع يا عنتر. والله انت طالق بالتلاته. ابوس رجلك يا عنتر. بره. ابوس رجلك. بره. ابوس رجلك يا عنتر. بره. يا عنتر والنبي بره. ما تضطريش اعمل معاكي اكتر من كده. بره. حقك عليا. اطلعي بره. لازم ارضى ابويا، لازم. انت قاعد هنا؟ انت منك لله. خربت بيتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، زي ما خربت بيتي. يا بنتي وفي حاجه؟ انا اهو كرشني وطردني وطلقني، منك لله. انت عامل فيك ايه؟ مش عارف. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بني ادم. خدها طبيعي. تعال تعال يا حبيبي. حقك عليا. هسيبك تاني. ولازم اخدك ونروح الرابو جدا، ويا رب يرضى عني. انا عملت معاه حاجه ما المفروض ما كنتش اعملها الا لما اتاكد من حاجه زي كده. بس منها حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يلا طبيعي يا رب جدا، بس يرضى عني طبيعي. علي ترميني في الشارع انت؟ حقك عليا. ابوس على رجلك. حقك عليا. خلاص يا عم خلاص، استغفر الله العظيم. حقك عليا. حقك عليا. حقك عليا. حقك عليا. ناس ارضى عني. مسامحك يا ابني.